أسعد الله أوقاتكم. بودكاست جديد نستكمل فيه سلسلة بناء الشخصية ونبحر في موانئ النفس الإنسانية. خليكم على السمع وارفعوا أشرعة سفنكم لتمخر عباب الفكر ومحيطات السكينة. وطبعا هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة بناء الشخصية، وبكذا نكون استكملنا محاور بناء الشخصية المحبوبة والجذابة. اليوم راح نتكلم عن إدارة الوقت وأهميته في بناء شخصية جذابة وذات كاريزما. بس إيش يعني إدارة الوقت؟ وهل الوقت يمكن إدارته؟ يا صديقي العزيز امسك ورقة وقلم وركز معاي في التالي. إدارة الوقت هي عملية تخطيطية للسيطرة على الوقت الذي يقضيه الإنسان في مختلف الأنشطة، وهو عبارة عن نشاط تجميعي يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة عامة لمجموعة من الأنشطة الأخرى في إطار أو في إطار شرط الحدود لفترة زمنية محدودة، حيث لا يمكن إدارة الوقت نفسه نظرا لأنه ثابت. يعني أنت تقدر تخطط لما تقوم به في فترة معينة بدون لا تضطر إلى أخذ وقت أطول، وربما تلجأ إلى التضحية بأنشطة أخرى. وهنا يجب أن أشير إلى الفرق بين إدارة الوقت وتنظيم الوقت. يا عزيزي، تنظيم الوقت هو عملية من خلالها يتم ترتيب المهام التي يمكن تحقيقها وإنجازها في وقت محدد. أما إدارة الوقت هي الكيفية التي يمكن فيها قضاء ساعات العمل مع تحديد الأولويات والأهداف بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة. إيش يعني هذا الكلام؟ بعطيكم مثال يومي. نحن نصلي 5 مرات في اليوم في أوقات محددة، وبالتالي إذا خططنا لوضع أوقات معينة للصلاة راح ما نتأثر بضيق الوقت أو نأجل بعض الأنشطة الأخرى. نقرب الصورة أكثر، الصلاة يمكن تأخذ من وقتك نص ساعة يوميا للصلوات 5 كوقت فعلي، ومع الوضوء والذهاب والعودة للمسجد راح تضيف نص ساعة أخرى كمثال. يعني ساعة يوميا من أصل 24 ساعة في اليوم، هذا في الأحوال الطبيعية. إذا قدرت تدير هذه العملية فأنت قدرت أنك تقوم بأبسط أشكال إدارة الوقت. بس ليش إدارة الوقت مهمة في بناء الشخصية؟ سؤال مهم، وذكرني ببيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى يقول فيه: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها سوى الأباطيل. عرقوب رجل عاش في الجاهلية، ويضرب فيه المثل بعدم الالتزام بالمواعيد وبإخلاف العهود. تخيل أنت تكون مثال لصفة سلبية، يعني أنت تكون مثال لصفة سلبية، كيف راح تثق فيك الناس؟ من فوائد إدارة الوقت هي المتعلقة بقضاء وقت أطول مع عائلتك أو أصدقائك، وبالتالي يكون هناك تركيز أكثر وينعكس ذلك على صورة الشخص أمام الآخرين. أنت إذا أعطيتني من وقتك ولو القليل، هذا سيؤثر بشكل إيجابي في تحسين صورتك عندي، ويمنحني ثقة كبيرة في تصرفاتك وأقوالك وأفعالك. تماما مثلك عزيز المستمع، وأنت عزيزتي المستمع، عندما وجدت تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومناقشاتكم لي طوال السلسلة، وهذا دليل على حسن إدارتكم للوقت ورغبتكم في جبر الخواطر، وأيضا تمتلكون قدرا عاليا من الثقافة يتضح من خلال استعمالكم للمفردات والجمل في سياق إيجابي. عموما أسعدني أن أجد الكثير من المتابعين والشركاء في هذا المحتوى يتحلون بصفات الشخصية المحبوبة الجذابة، سعادة لا تساويها كنوز الدنيا، والله يحفظكم جميعا. بكذا وصلنا لنهاية السلسلة ونهاية بودكاست اليوم، ويمكنكم الاستماع للبودكاست عبر ساوند كلاود، وراح تلاقون الرابط في الوصف. وما دام وصلت عزيز المستمع إلى هذه النقطة، تشرفت بك وأتشرف أكثر بملاحظاتك في التعليقات أدنى. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وأيضا مشاركة البودكاست مع من تحبون. وإلى أن نلتقي في بودكاست قادم، لكم مني أجمل تحية وأطيب التمنيات. طابت أوقاتكم.